مواقف بالنسبة للفكة لين ما يشوفون حل الكهرباء وقالوا قابلوا ناس بيه كذب لا قابلوا لا يا الله وكتبوا رسله هاي المعامل بيها كهرباء ليش مو من ضمن القابلو هاي الشقق بيها كهرباء ليش ليش بيها كهرباء مو من ضمن القابلو ليش ما طفون على الشقق ليش ما طفون على المعامل هاي الطب بشارع المحد منا للمكتبة موجودة كهرباء ورا المكتبة ما كهرباء ليش اليوم اللي يريد ينصب موكب وطالع على مود مال الإمام الحسين هاي سوي لنا كهرباء أبو الموكب يجيب خدامه ويجي قاعد هنا كهرباء ماكو هاي تضحك علينا كل العالم شك واحد هنا مسؤول يضحك علينا علا تفتر لي عليه من على أبو المولدة التسعيرة مال المولدة عندنا أبو المولدة كبيرة كالعبا صار لأسبوع من محترقة زين تأذى العالم ندري بيها أبو المولدات تأذوا كذب والله كلاوات كله كلاوات هسه أول ما سمعوا بينا طالعين شغلوا الكهرباء تحل إحنا طالعين هسه بدون فائدة زين ماكو كل فايدة لا واحد يسمعنا ولا لا ستار ولا جبار ولا واحد كلهم حرامي.